السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادة المشاهدين، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة الرمضانية. في هذه الحلقة سنتناول موضوع جديد عن أمراض الفم والأسنان، وقد اقتنى لنا هذا الغرض الدكتور محمد عبد الله الأحمد آمنها، أخصائي في أمراض الفم والأسنان. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. دكتور محمد عبد الله، ما هي أمراض الفم والأسنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أمراض الفم والأسنان أمراض كثيرة جدا، وللأسف الناس هونت مواسع عنها ولا حاصرتها في شيء قالوا تسوس الأسنان، وذاك طبعا هو اللي فيه الألم، هو اللي يثير عن المريض يمشي دائما يعد انه عنه يمشي الى بود الحد يعالج عنه ذاك ولا يخفف عنه ذاك الالم. ما هي فيروس من الامراض الاخرى اللثويه، وفيها الاورام وفيها السرطانات وفيها ياسر من شيء، وفيها باطن انعكاسات امراض جهازيه اخرى كيف السكري وكيف الضغط، كيف يوصل من شيء على اللثه وعلى الامراض، وفيها انعكاسات طبيعيه مولي كالحمل والرضاعه، وفيها انعكاسات طبيعيه مولي تخلق من سوء التغذيه ومن يوصل من شيء. معناها أنها أمراض متعددة، إلا أن اليوم لا نتكلم عن المرض الشائع وهو التسوس، لا إن شاء الله نتكلم عن أسبابه ونتكلم عن الوقاية منه أساساً إلى قدينا نوفوه في هذا البرنامج. دكتور، ما هي أمراض التسوس في الفم؟ تذكر معنا أمراض لا نتكلم عن أمراض التسوس، ولا نتكلم عن أنواعها، ولا نتكلم عن سببها بعد، قاعد هو الأساسي. سبب التسوس حد عرفه، ما يخلق له قاع بإذن الله، ما يخلق الفم كيف العين وكيف الأذن وكيف التجاويف الكاملة اللي في الإنسان كلها ملاء من الجراثيم، غير الجراثيم المتعايشة الطبيعية. الفم ذاك إلا قبلناه بجميع الغسولات والمضمضات وذا كامل المضام وعدلناه له، عند من النفاوة من التسويك وذاك الشامل كامل اللي نعدلوا له نقضوا منه مسحة نجبروا فيه الجراثيم. بهذيك الجراثيم المتعايشة وإحنا لا بد منها وطبيعية، غير ذيك الجراثيم منين يبقاو فم بقايا الطعام كيف الكربوهيدرات السكريات ولا شيء، خاصة السكريات ذيك الجراثيم منين تبقاو بقايا الطعام، وذيك الجراثيم اللي أصلا موجودة فم قلنا على ما يقدر يقلعها كاع شيء يسوى شنو، على أنها ذيك الجراثيم لا يتعدل شين قالوا الحوامض من بقايا الأطعمة اللي هو أسيد هذا عايد يقلع المعادن من السن، يقلع المعادن من السن، والسن قوته في المعادن، يعني الشيء قالوا الديمينراليزاسيون يقلع اليمين اللي هم المعادن يقلعهم من السن، وبالتالي تشكل حفر صغيره مع الزمن ومع اهمال الصحه الفمويه تخلق حفره، ذيك الحفره ناتجه عن الخلل اللي خلق به اللي السن ما تلف فيها معادن ولا تتقوي، وبالتالي عاد تسمات حفره. ذيك الحفره الاوليه ما ينحس بها باللي في طبقه من طبقات السن قالها الميناء ما هو معصب، يتحدى قضيب من احمر من النار ويديروا على الميناء ولا تحس السن بشيء وشنو. وهذا هون بعض الصحراء يلعبوا ليه ويقول لك هذا عض جمره وهذا عض كذا وهذا عض كذا، المهم لا يحمي ذيك النسوج الاخرى من ذاك ما يمسها. ما هي طبقه ما فيها اي تعصيب. منين ينحلوا معادنها وتعود فيها حفره وتم الطعام يتراكم فيها تخرج مري نفس الشيء، لا يمري ذيك الجراثيم تعدل كميات اكبر من الحمض وتحل السن الى تلحق طبقه قالها العاج. العاج راه ما هو اللثه. العاج طبقه من طبقات السن. من فم يبدا الاحساس. اللي فهم شي قالوا قنيات عاجيه ما هي معصبه زاديه، هي غير قنيات واصله لعصب السن. بالتالي منين يشرب رقاش، منين ياكل رقاش شيء حلو والله حامض والله اي شيء والله حار يحس بالالم. لماذا يحس بالالم؟ مثلا اذا كان شيء حلو. نعم. به اللي ذاك العاج عاد مكشوف، عاد القنيات مكشوفه. الشيء خلق قاعده كيميائيه تقول عن التركيز يمشي من الاعلى شوط الاخف تركيز، من الاكثر تركيز الى الاخف تركيز. نعم. الى الاقل تركيز. الاكثر تركيز هو الحفره اللي فيها السن، فيها ياسر السكر وفيها ياسر شيء، تركيزها متين. ثاني لابد انها تسلل شوط ذيك القنوات اللي عندها لين تلحق العصب. لين تلحق العصب يتنبه العصب، يصوى شي منبه، يصوى حراره،
ويسوى حلاوة ويسوى شيء سجن. وده هم نقدر نفصل به من أنواع النخر، أنواع التسوس. التسوس اللي ملاه قاع ما حاس به يفطن له الطبيب، ذاك هو درجة أولى. درجة ثانية ذاك اللي عاد يحس به المريض، غير منين يجي للطبيب يسوله، يقول أنت لما تحس به من درجة كان لا بد من مسبب والله ما لا بد من مسبب، يقول لا منين نكر كذا والله منين نشرب شي بارد والله منين نشرب شي حام والله نشي حلو والله قلت تقع وتنبهوا على انه شي حلو. كانوا يقول لك والله الثمر هذا ما قد كذا وكذا به اللي ذاك عرف انت عرف الطبيب عن ذاك النخر عاد لاحق العاج. الدرجه الثانيه خلص درجه ثالثه مولاه يتم راقد في الليل ما في شطر قاعد يقول يقوم يرصف تسوي انت لما تجيك لا عقاب الليل والله نحرك راسي بالحال يجينا الالم والله كذا والله كذا من درك هذاك الى كل شيء إذا كل شيء ما غادر فيه ولا كذا ما كذا ذاك معناه إنه الحق العصا هاي درجة ثالثة. درجة رابعة إنه قاعد ما تحس بشيء يتميع له وشكل خراج شيء كيف الورمة ولا شيء كنا نشوفها أصلا ياسر الحمد لله بيكارت المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب شيء نفسه عاد تعود فهم غير ما يمشيوه لذلك لابد أن نركض من تو ندور سن ولا نغلفوها ولا رواية عن نعدوها ردو ياك نشوف ياك ما تحت خراج اللي سن تحت خراج ما يقدر حد يغلف كل اللي غلفته تعطي سنة ولا سنتين تقوم ملاك الخراج تغلفته تغليف ثمين وفات ملا زقر فيها سن فضل. إذا هذا كامل أهم شيء فيه هذا اللي يعني على السوارق شو الناس يقول السوارق ذاك شوخة ذاك شوخة ذاك أمراض اللثة زاد هي مري لكن أمراض هذا أمراض السبوس زاد هي مري سببها شين قالوا تراكم الأطعمة وخاصة الكربوهيدرات خاصة الكربوهيدرات اللي هم السكريات في الفم زاد هم اللي منين يتكاثروا حتى يصنع نفس الجراثيم اللي قبل صنع تلك الأسيدات اللي تحل السن تصنع زاد هي اللي مواد تحل الروابط السنية اللثوية ذيك الروابط بين نقولوا احنا العاج ولا نقولوا الشكال بينها هي والسن وتعدل شنو قالوا الجيب اللثوي الجيب اللثوي لكن إذا دخلت يدي هذا الجيب اللثوي ثم لا يتعمق وطبعا نسيت ما قلت لكم به الجراثيم اللي ماديه للتسوس الفم والله زاد صناعتها هي اللي معدل تسوس الفم عندها نوعين كبار فيها نوع عايش بالاكسجين ذاك اللي سطحي عايش بالاكسجين ومنين يتعمق تحت مثلا يعود كي الخراج ولا ساكنته يعود عايش بالسي او عايش بالكربون عايش بثاني اكسيد الكربون وذاك خطير حتى به ذي فانات نقولوا احنا اللي هما نتاجات ذاك الورم تمشي في الدم واي تجويف تدخل تجي الدماغ تجي العين تجي القلب تجي المعده تجي اي شيء وكلهم عاد سبب فيه مرض من الامراض اللي يعود الطبيب العام ما عارف والله ما كذا به اللي مال الاطباء عندنا هون قال يمشي قالوا له ستاف عندهم تم جمعوا كاملين وكلها يعرف ذاك المرض نسبه حدوثه من ذاك يعني هو شنو ياك اذا كامل يسيطر عليه ويعرفه ما يتم لاي المريض يكتبوا له شي بليزانتيبيوتيك ويقولوا له شي من تعطيه 3 ايام ولا 4 تعال يجربوا فيه بليزانتيبيوتيك ملي نقص ملي خارج ملي نقص والله عدم توفر اللابراتوار اللي هو مثلا الفحوص المخبريه ما متاح لك على كل الكاتب له امبيران ولا كذا به اللي واعر وبه اللي بعيد وبه اللي عنده الوقت ويتكلف ياسر من الامور بالتالي ياتنا نعسو من الفحص بالادويه مثلا حد شك في الواي يقدر يكتب لها شيء يقول له مشي عني تعطي ايام تعال منين جيني بالي معناها انك ذاك اللي انا حق ولا ما جيتني بالي حد اني مشي لود طريق اخرى ذاك ما يصير نعم دكتور تكلم اخبار التسوس ما هي الطريقه الانسب لطريقه السواك هذا سؤال جيد وحضرت لكم ذا شوفوا الطريقة السليمة طبعا تفريش الأسنان هي أنا أولا نختار البرص أنا نختار البرص بشكل تعود كيف المسواك لكن ما شابت المسواك في سقامها تعود هي برص الأمثل وإذا يعطني نعس عليه بين اللي ياسر من التجارة يقول لك شيء من معوج شيء من برصات عوج شيء من برصات كذا البروس عوجه منين يكردها بركاج بيدو بالحال لا يتعواج عن ذلك
منين تعود عشان ذاك اللي تعود تسكر شين قالوا قطع مكافئ تعود تحفر الأسنان. أين يعني منين نجول نكتبوا المريض بروس ولا كذا ولا نقول بروسية لعاتها خير فيك وتأنسب أنسب لك من المسواك. يقول أنا بروسية هي اللي ضيعت هي اللي حفرت أسناني وهي العدسة. والحقيقة عن بروس جات عدد غير ما بروسات كاملة. حد يشوف بروس تعود مسقمة وشذا نفسه. أو لا نتكلم هون عن أنواع الفراشي، لا نتكلم بعد يقولون عن طريقة التفريش. الطريقة الصحيحة للسواك. طريقة التصحيح للتفريش هي عن النقوة من الأحمر اللي هو الشكال شو الأبيض. غير ما هو العكس ما نواسوا هذا. باللي هون شي قال جيب له ذوي منين ندخل فيه الجراثيم اللي هون ما سينا نقدر نقلعهم. من اللي يعمل لها تخد دخل الجراثيم هون وسينا هاك مدي ما يلي تمرق به اللي فات دخلت يدها. نعسوا عن التفريش نعدوه من الأحمر شو الأبيض شوف لا من الأحمر شو الأبيض. هاي السطوح هذه وكذلك السطوح اللساني اللي متوالي اللسان هكذا هكذا السطوح سطوح الاسنان كيف هذا الحرف قالوا الامرار الامرار نعس عليه هنا مروا بالحرف غير هم ننتبهوا عن السنين اللي جذورهم كل ما عدوا لا جذر واحد اربعة انا نسيهم هذا بالحرف ايوا خلي قاعده نتاكد منها نعم ما هي؟ ثلاثه فثلاثه فثلاثه ثلاثة اللي هما ثلاث دقائق مدة التفريش ما هناك لا تعمل هكا تدفن عنك لا هما ثلاث دقائق يعطيك تفرشي مثلا ويعطيك تبدد المعجون على كل السنين وعلى هذو حوافهم كاملات في الحال وتعس من تمشي هذا الجراثيم كان من الاعلى الى الخطا تعس من الابيض شو الاحمر لا من الاحمر شو الابيض للحال هذه سطوح خارجية غير هون يحق لك تواسيلها اللي ما لك ندخلش جراثيم ما لك ندخلهم شو إذا هذه هذا ثلاث دقائق. ثالثا عن ثلاث مرات النهار. ديات بعد ثلاث مرات النهار. حتى صايم منين يفطر يسوق ومنين يتعشى يسوق ومنين يتسحر يسوق. ثلاث مرات النهار وثلاث دقائق وثلاثة أخرى عن بروس تعطي لازم تشر. تعطي لازم تشر بهذه زغاباتها تعيش الحب ويتؤدي إلى أذى. هذا هو التفريش الصحيح. لا يفصل أنواع بروسات. ما هو لا عن حد جاء يدخل على ملا صدري يقول له اعطيني بروسين ملا صدري يعطيه بروس بروسات الرجل الكبار ثلاث انواع وبروسات الترك الصغار نوعين وكذلك معاجين ومعاجين الاسنان للترك الصغار وبروساتهم ما يفيدوا الرجال الكبير وكذلك معاجين الكبار ما يفيد الصغار يعني نشوفوا عائله كلهم يقولوا اعطيني بروسات واعطيني معاجين عدد العائلة، العائلة فيها واحدين عندهم خمس سنوات، فيهم واحدين ست سنوات، فيهم واحدين 12، فيهم واحدين 14، بما هو واحد ولوسيا. معاجين الأسنان عند السكة نوعين. وسابق بعد نقول معاجين، خارجة طريقة أخرى يعطينا نعدلوها، هي ليشير الرضيع. أنه حاب وجبة الرضاعة. ياسر هي عارفة تخلى عنا تولد لا بيبرم. يعطينا عاب كل وجبة يعطينا مثل صوفة تبللها بالماء توخذها على سنينات بنفس المفعول اللي عدوا الجراثيم الموجودين في الفم مع بقايا الأطعمة وبقايا السكريات هي نفسها اللي عدل الماء ويخلق لنا دائما شيء قالوا التناظر ببرون سيندروم ببرون يجيك يشير صغير عمره ثلاث سنوات ولا سنتين لو سنين فوقانيات كاملة خاملة والتحتانيات ما في أي مشكلة هاي قالوا سيندروم ببرون والسبب عن الأم أولا ما هي ملتزمة بالوجبات لا يبكي عليها لا بفرن تعطيها له السبب عن السنين التحتانيات ما يضرهم شيء يقول لي لسان مغطين بيمدي مدي مغطيات طبقة من اللحاء ذاك هو اللي يدعي عن ما يضره بإذن الله يغلوا الفوقانيات ما حامين شيء شنو ناقعة في السكر دائما ونفس العمل اللي قلنا قبيل الجراثيم تصنع الحمضيات الحوامض من السكريات وخاصة بقايا الطعام وخاصة السكريات زاد هو مدي يجيك يشيل فمك حل كان لابو سنتين فمه خامر كامل من فمه وبالتالي هذا يطلب امهات المدي ينتبهوا له هذه بعد قاع وقاية سابق قاع نلحقوا بروس منين بروس من سنتين إلى ست سنوات خارج بروس خارج معجون الأسنان الأطفال وأهم شيء فيهم مادة قالها الفليور استفاد منها اللي يشير أكثر ما يستفاد منها الرجال الكبير بلا الفليور شاردة معدنية تحل محل شاردة هيدروجيني شاردة معدنية طبعا ما كيف هيدروجين ما هو كيف غازات تدخل في تركيب السن وبالتالي تعطيه وقاية حتى قاعد بوكبير
هذه الخاصية ما هي عند الفيور اللي نستخدمه دار الرجل الكبار؟ الرجل الكبار يستفادون أنه دافع عدم تميع اللعاب، عدم تخثر اللعاب قصدي، من يتخثر اللعاب حتى تعطي لهم ياسر ما تيجي تنخفض درجة pH اللي تلحق 5.5 هي كانت أصلاً 7.5 تنخفض اللي تلحق 5.5 حد أن يعود ليوكليزاسيد اللي جمعوا به يعود يقدروا أثروا في السن وفي معادنا. وبالتالي يعطي حد يعس باطن ذا كامل ويستخدم المعاجين فيه الفلور تروج الكبار والمعاجين فيه الفلور الصغار. بروسات الرجل الكبار ثلاث انواع. فيهم واحدين نكتبوا لهم بروس لجنه، فيهم واحدين نكتبوا لهم بروس وسط، فيهم واحدين نكتبوا لهم بروس قاسي. لماذا هذا كله؟ هذا كله حسب الاشكال. حسب الاشكال. وقد يظن البعض عن الاشكال مثلا من عود السلخ والظوارم ولا شيء عن نكتبوا ذاك اللجنه. وبالعكس. لانه سبب تلجنه تراكم الجير، تراكم شين قالوا الحجار في الماتيات، وبالتالي منين يعدل وجهه الفراش يعدل صغير السنه نعطوه فرص قاسيه يهتموا اللي يسووا فيه. دكتور بالنسبه للاطفال ذكرتم، هل هناك تاخر بعض الاطفال الاسنان له اسباب؟ تاخر البزوغ. هذا سؤال جيد جدا، انت لا ينعطوك درجه طبيب اسنان. هذا لقيت سؤال زين حتى. هم الاسنان دائما نقولها في المقابلات عنهم، هم موجودين، ما خلقهم الله لتأديب الأطفال. شمن الأهل يقول الحزن اللي يصير يقلعوا له الثنايا العلوية بعمره 4 سنوات ولا عمره 3 سنوات يقلعوا له الثنايا العلوية. الثنايا العلوية ما هي اللي تبدل ما هو بعمره 2 سنوات. يعطي هو ذا كامل من عمره أول يوم دخل لا على عاشو اللي يصير عنده لا 20 سنة. ولا يخف ذاك المطلوب اللي يصير ما في رجال كبير عنده لا 20 سنة، بينما الرجال الكبير عنده 32 سنة. قد لان قعدت واحد يعوضها في شوخ عرش يصير ماذا فهمت. ذاك المضغ على الاشكال يؤدي الى تليف قوته يمتان، وبالتالي في 6 سنين هي تبزغ في عمر 8 سنوات ما تقد بها اللي عاد قدامها نسيج المتليف متين عيادة تمرق غير تمرق واحد لسان ولا تمرق واحد الشفة وتعود مشكلة. وعين نفطنوا لها بالردو ولا بالرواية ولا جوالير يذكرون هذا وتعدل لها عملية اللي تمرق منها وعيات تخسر. غير الهم ذا كامل كاع الحاله النفسيه للطفل. شي من الاطفال يتاثر ديك الفتره اللي كاين. اهله يعيطوا له ويمروا فيه يقولوا له فريره ويضحكوا معاه زوين عندهم، وهو متعقد منها لان هذه بدايه مدارك هو العقليه. كاين عادي يفهم شي وينقال له انت ابو فريره لا يشكي انها نقص. وبالتالي اي شيء قد ياثر عليه ولا تعطي فتره يتاثر بها الاهل ويتاثر بها هو من نفسه. وهم على سبه انه ما سمع على رجال كبير ولا ما قرا لوحه يقولوا ذيك السنه يقلعوه. خالد شنو قالوا القلع الدوري؟ قال تعرف لا طبيب الاسنان هو اللي يعدلوا، يعرف السنين تالتها تنقلع وانت مالتها تنقلع، ويعرف كل اللبنيات وكل ما هم لبنيات. قال يا درس تنبت هي الاولى، تنبت سابق يبدلوا هذا الثنايا السفلي. تنبت هي الاولى. قال لها مفتاح الاطباق هي الدرس الاولى ولا تبدل. عين هون تم وليني جو داخل رجال كبير محترم يقول لك اقلع لي هذه السنين. منين خلصوا هذه بادي تنقلع؟ يلي هذا مفتاح الاطباق ما يجد حد يخسر. احنا بالنسبه لنا الدرس الاول هو الناب النيبان، هذا مفاتيح الاطباق ولا حد يخسر. لا نقدر نسمعوا فيهم لاي حد يسوون العيال تمشي لين تلحق الموجود. مشكلة. بس اللي هو ما سعنا ما تبدل، ما سعنا تبدل انا ما قد تبدلت وبالتالي لا يتبدل. يقول لك هذا الطبيب ما يعرفش والله كذا قد يوصف باي وصف باللي هو بالنسبه له. هذا الدرس ما قد تبدلت هذا هو اللي نعرفه. نقول له احنا ما هو اللي ما هو هذه ما تبدل قلنا تبدل بعد اين ندخل مشاكل تالي يالت الطبيب ويالت الاهل الاهل والطبيب يالت يديروا يدين في يدين بعض اللي يحموا اولادهم ويحموا شعبهم من هذا المرض اللي متين شنو ولات نقول هاي الشيء مسكين يرقد يرقد ما قد نوعه يسبك خلوه لين الصبح ذاك واخطرش بيلي رجال يتكلم ذاك نوع من السواك رجال جمدق ذاك نوع من السواك غير حد صامد ولا يتكلم مدة 6 ساعات 8 ساعات عند يشير يتعود وجراثيم يلعبوا في بقايا الأطعمة ممكن يتعشى يرقد ولكن مسكين لا خليه يعود الصبح. وبالتالي الوقاية خير من العلاج. قلت حد محاضرة واحدة
يعلم الناس كيف تقي أنفسها من هذا التسبس اللي هو أساس بقاء الأطعمة في الفم. وصدق رسول الله الحديث بعد المسؤول لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة. شكرا دكتور محمد عبد الله على هذه الشروح الوافية. أما الآن السادة المشاهدين إلى معلومة طبية. معلومة طبية عن المضادات الحيوية. شو ساهم عن ذا بدارهم على الأقل من 4 أيام ولا 5 أيام ولا 6، وهم رجال قد منين يعملهم ينتفع عنه سبب المرض بشكل نظري. جراثيم لا نقولوا عنهم تقريبا قد كيف هذا قتل السؤال عن وش لا من جراثيم غير الجراثيم فيه ما هي واحد فيه جراثيم من هون لين هون صغيرين وفيه من هون لين هون شباب وفيه من هون لين هون كبار. ومضادات الحيوية ينعطاو ياك ما يضروا الخلايا البشرية ذول اللي صغار من الخلايا البشرية ما يأثر عليهم في النهار الأول ما يأثر عليهم مضاد الحيوية ونهار ثاني ما يأثر عليهم غير يأثر على الطبقة الفوقانية منهم ذول الكهولة منهم يكتبون أو جراثيم تنوي بالعجل منين تموت هاي الطبقة الكبيرة الفوقانية لا هي الطبقة الوسطى اللي كانت شباب تحل محلها لا يزال هي تبعت كهولة نعملوا لها الدواء النهار الثاني نقطع عليها زادية هاي الطبقة اللي كانت لا صغيرها ولا كان واصلها شيء لا هي تعترف بكولة زادية ملي النهار الثالث ولا الرابع ونقطع عليها به. إذا منين ما واصلوا الأنتيبيوتيك ما واصلوا المضاد الحيوي لا ينكتبوا عنها هاي الطبقة الفوقانية غير هذه اللي لا وهذه الأخرى لا يعود مذهب التلقيح بالنسبة لهم يمنعهم قاعد ضد الأنتيبيوتيك بالتالي هذا خطير يعود تخرج بشين قبل انتكاسة المرض اللي هذا لا يكبروا وجههم فهذا يشغلوا مناعة ذاك اللي وصل لهم ذاك اللي كتل نبيه قومه الكبار منين يصهم هذا يوصلوا هون ونقضوا عليهم اللي بلاتيبتي وهذا لا يحلوا محلهم طبعا هذا يحلوا محلهم لا هي نقضوا عليه الجراثيم كلهم هذا من ناحية ناحية الوقت في الانتيبيوتيك راه ما كيف مضادات التهاب ما كيف يمتدر ما واحد خالص شين قالوا لوتو ميديكاسيون والله التطبيب الذاتي انا جبرت عندك دواء نفعك في المجبنه والله فلان ذاك عنده دواء نفعه في المجبنه نمشيو نعيطوا له نشرب ذاك الدواء هذا عيوب خطير يلي الانسان ما هو كيف الانسان الاخر مثلا نجي للطبيب قد يخلص كانوا عنده سكري والله كانوا عنده مرض جهازي اخر والله كان امراه حامل ما يصير قاعده تعمله والله كان عنده حساسيه مش الاستجواب العدل الطبيب فيه نوع من الفحص في نوع من البحث وفي نوع من التشخيص التفريقي هما الامراض الشابه فزلت اعراض الاولين يوصل الامراض الشابه اعراض ثلاثه الاولين كي الحمى كي التعب كي الالم غير نبدو نفاصلهم من العرض الرابع ولا العرض الخامس ولا كذا لا في كذا في اصهار في كذا في كذا يوصل مشي قد الطبيب يعرفوا ما عرفوا رجاج اخر. شكرا دكتور محمد عبد الله على هذه الشروح الوافية وإلى دمى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.